في حسابات المرحلة تبدو معركة خرسون الأكثر سخونة على خط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية، فمع دخول أزمة أوكرانيا الشهر السادس تشتد معركة خرسون. هجمات مضادة تشنها القوات الأوكرانية أملاً في استعادة السيطرة على المنطقة الاستراتيجية التي استولت عليها موسكو بداية الأزمة، كما تعول كييف ومن خلفها الغرب على هذه المعركة لوقف مخططات روسيا للتقدم إلى عتبة أوروبا، إذ كتفت القوات الأوكرانية هجومها على معابر المنطقة واستهدفت جسر أنكونيفسكي، أحد الجسرين اللذين تسيطر عليهما موسكو في محاولة لقطع خطوط الإمداد الروسية. ووصف مسؤولون غربيون الجسر بأنه نقطة ضعف رئيسية عند القوات الروسية، ففي حال تم قطع هذا المعبر فإن القوات الروسية ستكون معزولة. وزارة الدفاع الأوكرانية كشفت أن 1000 من الجنود الروس محاصرون من قبل القوات الأوكرانية في المنطقة. على خط موازٍ، أكد الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أن التفوق العددي للجيش الروسي يتم تعويضه بدقة الصواريخ والمدفعية التي زودت بها الولايات المتحدة والغرب كييف. وفي المقابل، اعتبرت الاستخبارات البريطانية أن المعارك في خرسون بين القوات الروسية والأوكرانية مستمرة لكنها غير حاسمة بعكس رواية كييف. وتهدف محاولة أوكرانيا في الجنوب وفق عسكريين إلى جذب القوات الروسية بعيداً عن الشرق وتحرير الموانئ الجنوبية للبلاد، بالإضافة إلى تعطيل الطريق البري الذي تسعى موسكو إلى إقامته بين روسيا والقرم وما بعدها إلى عتبة الاتحاد الأوروبي.